القرعه زي ما قلت لكم قرعه بقى كاس العالم لكره اليد للانديه لكره القدم. القرعه بقى هتحدد مباراتي الدور الاول، الاهلي والدحيل واولسن هيونداي وتايجر اونال المكسيكي. يعني الاربعه في مباراتين، مين بكره هيلاعب الاهلي في الدور الاولاني، وبعد كده الفايز هيصعد من المباراتين عشان يقابل بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا في الدور قبل النهائي، ثم الفائزين يلعبوا ان شاء الله في النهائي. يعني ربنا يوفقنا. انت بتقول ماذا يريدون من الاهلي، ما تخليه برضه سؤال عام. مش بس ماذا يريدون من الاهلي، انك انت بتعامل احيانا الاهلي من منظور الواقع بشكل يفتقر بعض الشيء الى المساواه. الذين يريدون من الاهلي والشعب المصري بشكل عام والاهلاوي بشكل خاص ان الاهلي يمثل مصر التمثيل الذي يليق بها ويليق بالنادي الاهلي. تمام. وان يستطيع ان يتجاوز، وانا بقول لك لو النادي الاهلي تجاوز الدحيل اللي هي غالبا هيبقى هتلعبه يا الدحيل يا انت مطلقه، يا هتلعب الدحيل يا هتلعب ده او ده، يعني ده او ده، ما انا مش فاهم. كان النظام القديم، النظام القديم كنت انت هتلاعب الفائز من اوكلاند سيتي والدحيل. ما هو خلاص الدحيل دخل. اوكي الدحيل دخل يبقى هتلعب زي لا، القرعه مطلقه بالاربعه، بين الاربعه. يعني ممكن تلعب الكوري او تلعب المكسيكي او تلعب القطري، حتى لو في مجموعتك. اي ما فيش مجموعه، ما فيش. السته دول بالظبط، الاربعه السته، ما هو ست فرق. اي انت استثنيت اتنين، ده نظام جديد. ما هقول لك اهو امريكا الجنوب، بطل امريكا الجنوبيه اللي ما تحددش. أيوة عارف يا ابراهيم، بايرن ميونخ. اتفضل. ست فرق اهلي، بطل اوروبا، بطل امريكا الجنوبيه مستنيين بيجنبوهم الدور الاول. يبقى ان في اربع فرق، كان الاول بطل اسيا بيلعب بطل افريقيا، دلوقتي يبدو ان هم اعترفوا بان بطل اسيا وبطل افريقيا يتساوى في القوه مع الاسيا، يعني مع اللي هي الكونكاكاف والمكسيك والحاجات دي. هتبقى في قرعه بين الاربعه، مش كده؟ بين الاربعه الاثنين دول يلعبوا الاثنين دول. ايوه، وبناء عليهم الكسبان يلعب بعض والخسران يلعب بعض. الاربعه يا باشمهندس هيلعبوا مع بعض. الاهلي القرعه مثلا لو قالت الاهلي هيلاعب الدحيل، يبقى الفرقتين التانيين الكوري والمكسيك هيلعبوا بعض. طب ما انا بقول كده، الفايزين مش هيلعبوا بعض، الفايزين واحد هيلاعب امريكا الجنوبيه في القرعه وواحد هيلاعب بطل اوروبا. والمهزومين هيلعبوا على الخامس والسادس. ايوه الترتيب، المهزومين هيلعبوا على الخامس والسادس، والكسبانين من الماتشين نظام جديد الحقيقه هيروحوا للسيمي فاينل. لانه بطل امريكا الجنوبيه اللي ما تحددش لسه مع بطل اوروبا اللي هو البايرن ميونخ هيبداوا من السيمي فاينل من قبل النهائي مع الاثنين اللي كسبانين لهم من القرعه اللي هتجرى بكره ان شاء الله. حد بقى من اللي متابعين قوي قوي المستويات يقول يا رب القرعه توقعنا مع مين. هتلاقي كل فرقه ليها وعليها، يعني ما انت لو بصيت حتى انه الفريق القطري دعم فرقته جدا. اولا دعم، وبعدين انت دايما لما بتلعب صاحب الارض بتبقى فيه حساسيه شويه. صحيح. يعني ما اعرفش هل المصلحه، انت هتلاقي كل فرقه ليها سمات مدرستها، يعني الفريق المكسيكي الداشنج والقوه، الفريق الكوري السرعه الرهيبه اللي عندهم، يعني انت راح تلعب سمات كل مدرسه، والفريق القطري طبعا الارض والصفقات ما انتش عارف حسب التدعيم بقى. صحيح صحيح.